توزيع 6 سيارات إسعاف مجهزة لفائدة المراكز الصحية بالوسط القروي. هذه العملية تأتي في إطار دعم القطاع الصحي بالعالم القروي من خلال عدة برامج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كبرنامج تدارك الخصاص على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية، كإصلاح وتهيئة المراكز الصحية ودور الولادة. كذلك في إطار مواكبة الأشخاص في وضعية شاسعة، تم اقتناء آلات لتصفية الكلي 30 آلة لفائدة المستشفى الإدريسي. وفيما يخص برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، تم اقتناء سيارات إسعاف وكذلك عدة معدات تقنية طبية لفائدة المراكز الصحية بالإقليم. هاد العملية همت 6 جماعات، وعملية أخرى غتهم 8 ديال الجماعات، غتم من هنا 30 يوم. دونك كما سبقنا وانا حنا قلنا، دونك دابا 6 ديال الجماعات و 8 ديال الجماعات من هنا أموا. دونك اللي تم استفادة كاين عرباوة، واد المخازين، سيدي علا التازي، سيدي بوبكر الحاج، لالة ميمونة لالة ميمونة ومولي بوسعر. يتم ابتلاء 6 ديال سيارات الإسعاف كدفعة أولى في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الدفعة الثانية إن شاء الله تكون في الأسابيع المقبلة ديال 8 ديال سيارات الإسعاف. وتم ابتلاء هذه سيارات الإسعاف لتغطية الحاجيات السكان على العالم القروي في إقليم القنيطرة. وكل شيء كل كيعرف الشساعة ديال الإقليم والعدد ديال دور الولادة. هاد سيارات الإسعاف غادي يتم التكفل بالحالات المستعجلة والنساء الحوامل وغيرها من الحالات.